لمتابعة التطورات ميدانيا ينضم إلينا عبر الهاتف من شمال قطاع غزة مراسل الغد حمزة حماد. حمزة، ماذا في تفاصيل المشهد الميداني حيث الأحزمة النارية من قبل جيش الاحتلال، طائرات الاحتلال والمدفعية كذلك؟ نعم جميل، يعني منذ قرابة نصف ساعة إلى حتى هذه اللحظة ما زالت الغارات الإسرائيلية متواصلة على شمال قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة أحزمة نارية على مناطق متفرقة من شمال القطاع. كان من بين هذه الأحزمة قد نفذ بشكل عميق جدا في المنطقة الشرقية لمخيم جباليا، بالإضافة إلى تحديدا في محيط منطقة حمودة، بالإضافة إلى ذلك كمامات استهداف من قبل الأحزمة النارية أيضا في المنطقة الغربية لشمال قطاع غزة، بالتحديد في محيط منطقة الإتوام، بالإضافة إلى أحزمة نارية نفذت في المنطقة الغربية لبلدة سيد لاهية شمال القطاع. أيضا كان هناك استهداف عنيف جدا من قبل الطيران الحربي في المنطقة الشرقية لمنطقة جباليا البلد، وأيضا استهدافات عنيفة في المنطقة في محيط منطقة الإدارة المدنية. حتى هذه اللحظة لم تسفر هذه الاستهدافات وهذه الغارات عن أي من الشهداء والإصابات، ولم نبلغ بشكل رسمي من قبل المصادر الرسمية، لكن بالطبع الاستهدافات عن لكن حمزة الاستهدافات هذه لمنازل المدنيين في منطقة شمال قطاع غزة أم للشوارع والبنى التحتية والأراضي الفارغة؟ نعم، الاستهدافات طارت عدد من الأراضي الزراعية وعدد من المنازل في المنطقة الشرقية لمخيم جبالي، بالتحديد في منطقة حمودة، هذه المنطقة التي أصبحت مخلاة بعد إلقاء المنشورات الإسرائيلية صباح هذا اليوم وطالبة المواطنين بالإخلاء من منازلهم. نتحدث عن منطقة استهداف أيضا أو طريقة الاستهدافات كانت في لاهية لأراضي زراعية، ونتحدث في هذه اللحظة للتو والمدفعية الإسرائيلية ما زالت تقصف بشكل عنيف في منطقة فليبو محيط حيتل للزعتر، هذه المنطقة الواقعة شرق مخيم جباليا. يعني صورة الوقت تزداد سوء، الاستهدافات ما زالت متواصلة. أيضا كان هناك استهدافات في منطقة القرن ومنطقة جبل الري، هذه المنطقة يعني بالطبع شهدت حالة نزوح يا الآن قصف عنيف جدا الآن على محيط مخيم جباليا الآن في هذه اللحظات، ربما تصل إلى الصوت. نعم نتابع معك حمزة، إذن في خبر عاجل الآن يتجدد القصف الغارات والغارات الإسرائيلية على محيط مخيم جباليا شمال القطاع. نعم الآن ونحن على الهواء مباشرة الآن، الاستهدافات ما زالت متواصلة، الطيران الحربي لم يتوقف منذ ساعة إلى حتى هذه اللحظة، الغارات ما زالت تقترب شيئا فشيئا من منازل المواطنين. نتحدث الآن قصف مدفع الآن أيضا يتجدد في هذه اللحظات. هذه صورة الوضع كما استمعتم منذ قليل، الأوضاع تزداد سوءا اليوم شمال غزة. هل هناك مستشفيات حمزة لاستقبال أعداد الإصابات والشهداء إن كان هناك إصابات في الأماكن التي يتم استهدافها؟ حتى الآن لا معلومات عن شهداء وإصابات في هذه الاستهدافات الجديدة المستمرة منذ نصف ساعة تقريبا على مناطق شمال القطاع. بالتأكيد سيارات الإسعاف هرعت إلى أماكن الاستهداف وقامت بتفقد تلك المنطقة، لكن المصادر الرسمية لم تنشر ولم تقدم أي معلومات حتى كان وجود هناك شهداء وإصابات في أماكن الاستهداف، لكن بالطبع لا يوجد، ننوه أنه لا يوجد في شمال قطاع غزة إلا مستشفى واحد بشكل رسمي يعمل، وهو مستشفى الشهيد كمال عدوان. هذا المستشفى يعني لديه إمكانيات بسيطة جدا في ظل انهيار المنظومة الصحية، وكانت هناك تصريحات قد صدرت عن مصادر طبيه في المستشفى لان المستشفى قد يتعرض الى حاله من الانهيار وخروج عن الخدمه بعد ان توقفت عمليات الدعم ودخول شاحنات المساعدات الطبيه الى شمال قطاع غزه. نتحدث ايضا عن اذا كان هناك اعداد كبيره قد وصلت الى المستشفى من الاصابات، فانا اعتقد ان المستشفى غير قادر على التعامل مع هذه الاعداد الكبيره من الاصابات. حمزه، عندما يتم الحديث عن المناطق التي طالب جيش الاحتلال السكان بالنزوح وإخلائها على الفور لأنها منطقة قتال كما تحدث بيان جيش الاحتلال، أين يمضي الآلاف من المواطنين في هذه المناطق؟ أين ذهبوا؟ كيف سيعيشون وسيبيتون الأيام المقبلة في حال كان هناك بالفعل عملية برية كما كان الأمر عليه في أكتوبر ونوفمبر الماضيين؟
بالتأكيد نزح آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة من مناطق متفرقة، وتحديدا في المناطق الشرقية، هذه المناطق التي ذاقت ويلات الحرب، حرب الإبادة الجماعية التي طالت منازل وأراضي المواطنين خلال منذ بداية العدوان الإسرائيلي. لقد نزح المواطنون إلى مراكز اللواء وهي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في معسكر جباليا، هذه المدارس التي قد قصف الآن نشهد قصف عنيف في مخيم جبالي أيضا، ما زال القصف يتجدد داخل المخيم أم في محيطه؟ محيط المخيم، لم نتمكن من الخروج لرصد طبيعة الاستهداف. الأصبحت سيئة جدا جدا، متوترة لأبعد الحدود. طيب محيط المخيم، ما هي المناطق بالضبط التي يتم استهدافها؟ المنطقة الشرقية. نتحدث عن منطقة جبل الريس مثلا، تلة جليبو، والمناطق المحاذية، منطقة حمودة، منطقة السكة. الشعشاعة، منطقة السكة، منطقة شارع صلاح الدين، كل هذه المناطق الآن تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، تخفف بشكل عنيف جدا من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. بالعودة إلى نقطة النزوح، المواطنون ينزحون إلى أماكن مراكز اللواء، وهي بالأصل هي مرتبطة من بداية العدوى الإسرائيلي. بالإضافة لذلك ينزحون جزء كبير من المواطنين، قد نزحوا إلى مناطق مدينة غزة وإلى غرب مدينة غزة كما تعرف، وهي منطقة الصناعة ومنطقة الشفا ومنطقة الشيخ رضوان ومنطقة النصر ومنطقة الجلاء وإسكندر. هذه المناطق الآن تشهد حالة نزوح ولجوء المواطنين إليها بحثا عن أماكن آمنة، لكن بالطبع هي أماكن قد تعرضت للضرر وتعرضت للدمار على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان. سنبقى معك في متابعة، حمزة حماد مراسل الغد، كنت معنا من شمال قطاع غزة. بالعودة مجددا لمتابعة تطورات الأوضاع في مدينة غزة، وينضم إلينا من هناك مراسل الغد تامر دلول. تامر، ما الذي يجري الآن في شرق مدينة غزة، تحديدا إلى الجنوب الشرقي، حي الزيتون، الصبرة، وتل الهوى، والمناطق التي تتعرض للاستهدافات الإسرائيلية بشكل متكرر؟ أهلا حازم، حقيقة مدينة غزة لا تختلف كثيرا عن شمالي القطاع كما تحدث زميلنا حمزة. حتى هذه اللحظة تسمع أصوات الانفجارات المتتالية على فترات متزامنة في أكثر من مكان في مدينة غزة، تتركز العمليات أو الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي الذي يتجدد بين الحين والآخر في حي الزيتون في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، وأيضا أطراف من منطقة شارع المنصورة في حي الشجاعية، أضافة إلى منطقة الصبرة و كذلك تل الهوى، أطراف حي تل الهوى من شارع رقم 8، منطقة المصلبة، منطقة مفترق دول على شارع صلاح الدين. كانت هناك أحداث ميدانية خلال الساعات الماضية تسمع بين الحين والآخر، حتى هذه اللحظة نستمع إلى أصوات القصف المدفعي، حيث تقوم المدفعية الإسرائيلية بإطلاق العشرات من القذائف المدفعية. ربما نستمع خلال لحظات حازم إلى أصوات الآن أصوات متتالية من عمليات القصف المدفعي في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية لحي الزيتون. نحن الآن نتواجد في حي التفاح، وكنا يعني قد نزحنا برفقة آلاف من المواطنين من أكثر من منطقة في حي الزيتون ومن أطراف حي الشجاعية في العملية العسكرية التي تشن في تلك المنطقة. أفدنا من بعض المواطنين الذين تمكنوا من الوصول إلى شارع البساتين والمناطق القريبة جدا من حي الزيتون بأن هناك عمليات تراجع للقوات الإسرائيلية التي كانت تتواجد على مقربة من محيط مسجد صلاح الدين، تراجعت إلى مفترق دولة وكذلك منطقة المصلبة ومنطقة جامع علي. الآن طائرات الأباتشي حازم تقوم بإطلاق الرصاص صوب مناطق متفرقة من حي الزيتون. حتى هذه اللحظة نحن نستمع إلى عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي والغارات الجوية، وأيضا كنا قد استمعنا كما ذكر حازم حمزة في عمليات الأحزمة النارية التي استمعناها وكانت متتالية بشكل كبير، استهدفت المناطق الشمالية لقطاع غزة، تركزت في تل الزعتر ودوار زمه وأيضا مخيم جبال الشرقي مدينة غزة، وإضافة إلى شارع صلاح الدين تحديدا قرب مفترق زمه، حيث كان هناك عدد كبير من المواطنين لم يخرجوا من تلك المناطق الشمالية. جاءت حازم هذه الأحزمة النارية من أجل الضغط على ما تبقى من الأسر الفلسطينية التي بقيت في تلك المناطق
تؤكد ضرورة الإخراج الخروج فورا من تلك المناطق، لربما تشهد خلال الساعات القادمة مزيد من التصعيد والغارات الإسرائيلية. وبالتالي شهدنا منذ يومين عمليات نزوح متواصلة من قبل المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون سواء في حي الزيتون أو حتى الآن في مخيم جباري وبيت حنون وبيت لاهيا. الجيش الإسرائيلي طلبهم بضرورة التواجد إلى المناطق الغربية لمدينة غزة. نعلم أن المناطق الغربية لمدينة غزة قد تعرضت إلى استهدافات إسرائيلية وتدمير للبنى التحتية والمنازل والمستشفيات، وبالتالي الناس الآن لا تعرف أين تذهب. حتى المدارس التي ذهبت إليها قد تعرضت إلى إحراق من قبل الآليات والقوات الإسرائيلية التي كانت تتواجد في تلك المنطقة. حقيقة الأوضاع هنا حازم جدا صعبة وقصف متواصل وحتى نعم. هذه اللحظة ولكن تامر كيف يعيش الناس في ظل هذه الظروف التي تتحدث عنها؟ واقع القصف المستمر برا وبحرا وجوا، واقع النزوح، واقع لا شيء يمكن أن يقيت الناس في هذه الظروف الصعبة في الشهر الثامن على التوالي لهذه الحرب. حقيقة حازم لا أخفي عليك إذا قلت أن هذه اللحظات وهذه الأيام التي تشهدها مدينة غزة ومحافظة الشمال هي تشبه كثيرا الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر من العام الماضي، من تشابه الغارات الإسرائيلية وشدتها. وكان الحرب بدأت في هذه اللحظات في مدينة غزة وشمال القطاع، واستمعنا بشكل واضح إلى الانفجارات الضخمة الناجمة عن أحجام إسرائيلية استهدفت أكثر من منطقة في شمالي القطاع. هذا أدخل الرعب في قلوب الفلسطينيين الذين يتواجدون في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، وذكرهم في تلك الأيام الأولى التي راح ضحيتها العشرات من المئات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال. نتحدث أكثر من 73% من الشهداء والمفقودين هم من الأطفال والنساء. قبل قليل شاهدنا، خرجنا على شارع صلاح الدين في منطقة حي السفاح وشاهدنا عدد كبير من المواطنين الذين جاءوا من المناطق الشمالية لمخيم جباليا ومنطقة زمو وغيرها من المناطق التي تعتبر بوابة لمخيم جباليا وشمال قطاع غزة. عمليات نزوح حتى هذه اللحظة حاجب نستمع إلى أصوات انفجارات متتالية في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، ربما تكون في المناطق مخيم جباليا، وربما سمعنا أصوات الانفجارات قبل قليل مع حمزة، حيث لا تزال حتى هذه اللحظة نؤكد استماع متواصل لعملية القصف الإسرائيلي. وبالتالي هنا جدا صعب الإنساني. أيضا حاجب دعني أتطرق إلى الوضع الإنساني هنا في مدينة غزة وشمالي القطاع. الأسواق للأسف الشديد بدأت بنفاذ المواد الغذائية من الأسواق، وهناك ارتفاع كبير جدا وجنوني وغير معقول في الأسواق لدى الفلسطينيين، لأن معظم الفلسطينيين حازم الذين خرجوا ونزحوا من منازلهم لم يأخذوا شيء، لا طعام لا شراب لا ملابس لا أغطية. أنت تعلم أن كافة مدينة غزة وشمال القطاع هناك تفشي للأمراض والأوبئة وتفشي أيضا لمياه الصرف الصحي في كل مكان، البنية التحتية مدمرة. صحيح كانت هناك عمليات إزالة بعض القمامة والنفايات الصلبة التي كانت تتواجد في الشوارع الرئيسية، ولكن هذا لا يعني عدم وجود المرضى وعدد وجود تفشي الأمراض لدى الأطفال والنساء. وأنت تعلم الوضع الصحي هنا بكل تأكيد في شمال قطاع غزة والمستشفى المعمداني الآن هو مهدد بعملية توقف حقيقية نتيجة تواجد. نعم تامر، سنبقى معك في متابعة لكل هذه التطورات وهذا الوضع الصعب الذي يعيشه سكان مدينة غزة إضافة إلى الشمال وكل أنحاء قطاع غزة من بيت حانون شمالا حتى رفح جنوبا. أشكرك جزيل الشكر حتى اللحظة مراسل غد تامر دلول، ونتمنى لكم السلام.